طيب خلونا نرجع إلى الحبشة. قريش في حرج، حرج شديد. ليه؟ ولادك يا قريش سابولك البلد ومشيوا. ليه؟ عشان أنت مصرة تأذيهم وهم مش عايزين يدخلوا في صدام معاكي. قريش قدام العرب محرجة، لأن اللي هاجر مش العبيد، اللي هاجر ولادها، اللي هاجر جعفر بن أبي طالب، اللي هاجر أخو عمرو بن العاص، اللي هاجر أم حبيبة بنت أبو سفيان، أسامي كبيرة، اللي هاجر عثمان بن عفان قريبك يا أبو جهل، ما هو سيدنا عثمان بن عفان من نفس القبيلة. يعني هجرة الصحابة هزت قريش وحطتها في حرج، زنقتهم في كورنر، شكلكوا وحش. طب قريش ما زالت في عندها، مش بقى تبدأ تفكر بطريقة مختلفة؟ لا، إيه الفكرة اللي جت في دماغهم؟ نرجع لسفره. ترجعوا لسفره؟ أيوة، دول بقى لازم يبقوا تحت إيدينا عشان نلغي الحرج ده. طب هتعملوها إزاي؟ قاموا لمين من بعضهم شوية فلوس وجابوا هدايا حلوة قوي 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 للنجاشي ملك الحبشة وللحاشية بتاعته، وقاموا مصفرين عمرو بن العاص. اشمعنى عمرو بن العاص؟ عشان عمرو بن العاص كان صديق للنجاشي، وبعدين عمرو بن العاص من دهات العرب، داهية من دهات العرب وبيعرف يتكلم حلو قوي. وبعتوا معاه عمارة بن الوليد أخو خالد بن الوليد، شاب وسيم قوي وابن عيلة كبيرة، عشان يقولوا إحنا سادة قريش جايين لكم. وقاموا حاطين الهدايا دي كلها، وطلع عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد ركبوا برضو البحر، نفس القصة، طلعوا على من مكة على جدة ميناء شعيبة، خدوا المركب طلعوا على هناك على الأثيوبيا على الحبشة عشان يقابلوا ملك الحبشة. قبل ما يدخل عمرو بن العاص، هو الصحابة موجودين في الحبشة، الصحابة ما يعرفوش ان قريش بتخطط لكده وان عمرو بن العاص وصل. عمرو بن العاص اول ما دخل ما دخلش على النجاشية، دخل على الحاشية، وزع الهدايا الحلوة. قريش يعني شخشخت جيبها وطلعت شوية فلوس كويسة ووزعوا الهدايا، هدايا هدايا هدايا. الأحباش كانوا يحبوا جلود النمور، جابوا لهم كلهم جلود نمور. وفهمهم عمرو بن العاص، أنا جاي هنا علشان في ناس عايزكم تساعدوني وأنا بكلم النجاشي يسلمهم لي. فقالوا له لا خلاص تمام. دخل على النجاشي، اهلا يا عمرو، يعرفوا كويس، قعدوا جنبه على العرش والكرسي بتاع النجاشي، حفاوه غير عاديه، اداله الهدايا، فرح بيها النجاشي جدا. وبعدين قام قايل له: ايها الملك، لنا غلمان سفهاء، عيال سيئين، تركوا قومهم وديارهم وتركوا ديننا ولم يدخلوا في دينك. يعني يا ريت تركوا ديننا ودخلوا في المسيحية، شوف الخبط، وابتدعوا دينا جديدا لا نعرفه نحن ولا أنت ولا هو المسيحية حتى، وفرقوا شملنا ثم تركوا بلدنا وجاءوا يحتموا بأرضك، فأرسلني إليك آباؤهم وعشائرهم، كلام جامد، عمرو بن العاص شاطر، عيلتهم بعتاني لنستردهم لأننا أولى بهم ونعرف كيف نؤدبهم. فأول ما عمرو بن العاص قايل كده، قامت الحاشية كلها، صدق، أهلهم أولى بهم، هم اللي يعرفوا يربوهم. النجاشي مش راجل صغير، لما شاف كده كله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه ملك لا يظلم عنده أحد، قال: لا يا عمرو، لست أنا الذي يسلمهم إليك حتى أسمع منهم كما سمعت منك. يا سلام، ملك محترم عظيم، ائتوني بهم. طبعا تخيل المسلمين قاعدين في الحبشة، فجأة الملك عايز يقابلكم. ايه في ايه؟ مش عارفين. ال 83، انا عايزك تشوف المشهد ده بقى، 83 رجل وال 19 امراه وجايين كلهم، دخلوا لقوا عمرو بن العاص طبعا قاعد بيبتسم لهم جنب النجاشي. عمرو بن العاص مطمئن اكيد هياخدهم، فعلى طول بصوا لبعضهم، مين اللي يتكلم؟ مين اللي هيعرف يرد فينا؟ بمنتهى السرعه جعفر بن ابي طالب. ليه؟ جعفر ابن عم النبي فله صفه، وجعفر ابن أبو طالب سيد بني هاشم فله صفة تانية، وجعفر جده عبد المطلب اللي وقف قدام أبرهة، فالنجاشي هيعرفه. شوف يعني يا جماعة، أنا ساعات بنفتكر الصحابة ناس كانوا قاعدين بيصلوا كده ومش فاهمين الدنيا حواليهم فيها إيه. والله ده احنا ولا حاجة في الناس العبقرة دول. وقف جعفر ابن أبي طالب، أم النجاشي سأله: ما هذا الدين الذي تركتم من أجله دين أبائكم ولم تدخلوا في ديني؟ كلام عمرو بن العاص وجع، ولم تدخلوا في ديني، ايه الدين دون؟ ها يلا بقى. تخيل لو انت مكان سيدنا جعفر ابن ابي طالب، واقف قدام مثلا امبراطور اليابان وبيقول لك لخص لي الاسلام في 3 دقائق، هتعرف تقول ايه؟ والله ما حد يعرف يعرض عرض 3 دقائق.
ما تزودش عن كده. تعرف تعرض الإسلام في 3 دقائق؟ اسمع بقى كلام جعفر بن أبي طالب. أيها الملك، 5 محاور. أول محور: كنا قوم نأتي الفواحش ونأكل الميتة، ويأكل القوي فينا الضعيف، ونسيء الجوار، ونقطع الأرحام، ونعبد الأوثان. أول مقطع عرض مساوئ الجاهلية. شوف الحاجات الوحشة دي. حتى جاءنا رجل منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، صفات النبي. المحور الثاني: فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار وحقن الدماء، أخلاق الإسلام العظيمة. اتكلم في الأخلاق، الإسلام عنده هو الأخلاق. فما زلنا على ذلك فعدى علينا قومنا فقهرونا وظلمونا وآذونا وضيقوا علينا الظلم اللي تعرضوا إليه، فخرجنا إلى أرضك واخترناك على من سواك، فقد قال لنا نبينا أنك ملك لا يظلم عندك أحد، فجئنا إليك لكي تحمينا. خلاص، إيه البرزنتيشن دي؟ إيه العرض الرهيب ده؟ مساوئ الجاهلية، تعريف بالنبي وأخلاقه، عظمة أخلاق الإسلام، الظلم اللي تعرضوا إليه، تقدير الملك واحترامه وطلب حمايته. خلاص، بس هو ده الموضوع. فقال النجاشي: هل معك شيء مما جاء به نبيكم؟ معك حاجة تقراها من نبيكم، القرآن بتاعكم؟ قال: نعم. قال: اقرأ عليه. ها، هتقرأ عليه إيه بقى؟ تقرأ عليه الجنة والنار. يا عم الموضوع مش المهم تختار تقول إيه، هتقرأ عليه إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يا عم قول حاجة يفهم منها الراجل ده الموضوع. هيقرأ في المنطقة المشتركة بين المسلمين والمسيحيين، هيقرأ إيه؟ سورة مريم: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. بدأ يقرأ يقرأ يقرأ، وإذا بالنجاشي بيبكي، وإذا بالبطارقة المسيحيين بيبكوا. على فكرة المسيحيين إلى اليوم يحبوا سورة مريم جدا. يا سلام يا سيدنا جعفر. فقال النجاشي: اذهبوا، فوالله إن الذي قاله نبيكم وإن الذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، طالع من سورس واحد، طالع من مصدر واحد. شوفوا كلمة النجاشي، الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كتير يدل إن كلامكم وكلام عيسى طالع من نفس المصدر، من نفس السورس. يا عمرو بن العاص فتح بقه، النجاشي عيط. فعمرو بن العاص قال: والله لأستأصلهم. غضب، قال: أيها الملك، إنهم يقولون على عيسى ابن مريم قولا عظيما، بيغلطوا في عيسى ابن مريم. فوقف النجاشي، قال: ما تقول عيسى ابن مريم؟ خط أحمر. قال: ما تقولون عن عيسى ابن مريم؟ يقول جعفر: فأجمعنا الصدق، قلنا هنقول الصدق، نقول هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال: والله ما عدا عيسى ابن مريم عن هذا الخط. أم عامل خط في الأرض كده وقال: عيسى ابن مريم من كلامكم على نفس الخط. اذهبوا فلا يظلمكم أحد في أرضي، تبقوا حيث تشاءوا. يا عمرو خذ هداياك. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في الصحابة؟ فخور إنك إن دول أجدادك، فخور إن جعفر ده يبقى جدك، فخور إن أنت منتمي للأمة دي. افتخر وانتمي وحب الإسلام اللي طلع الحاجات دي، وحب رسول الله اللي طلع النماذج المبدعة العظيمة دي، من أمة بترعى الغنم لأمة بتقود الأمم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.